أهلا وسهلا أعزائنا الطلاب في محاضرة جديدة للغة الإنجليزية نوضح بيها موضوع من اليونت 3 if first conditional if الشرطية الحالة الأولى. طبعا هذا الموضوع موجود بالسادس الإعدادي باليونت 3 وأيضا موجود بالخامس الإعدادي أيضا باليونت 3 وموجود بالرابع الإعدادي أيضا، فالكل ممكن أن يستفاد من عنده. first conditional if الشرطية الحالة الأولى، أهم شيء نعرف شو وقت نستخدم هذه الحالة. نستعملها عندما تكون جملة الشرط اللي هي if clause مرغوبة أو محتملة وتستخدم للتنبؤ والتوقع. قاعدتها إذا كانت if في بداية الكلام كما موضح أمامك، يجب براها جملة مضارع بسيط. منين يتألف المضارع البسيط؟ من فاعل زائد فعل، يا إما مجرد يا إما بأس الشخص الثالث. والجملة الثانية مستقبل بسيط، تتألف من فاعل ول وفعل مجرد. طبعا بعض الأساتذة ينطون ويا الول مي وكان، طبعا هذه النيتشة ممكن تدل على المستقبل، بس الأداة الصريحة للمستقبل هي ول، فعل مساعد ول، اللي طبعا حتى بالوزارة هو رسمي. أما إذا أجدت إف بالوسط راح يكون قبلها مستقبل بسيط اللي هو ول، وراها مضارع بسيط اللي هو لا أما مجرد يا أما أس الشخص الثالث. يمكن أن يستعمل طبعا ممكن unless بدل من if الشرطية بنفس القاعدة أعلاها، ممكن أن تكون جواب الشرط منفي. يجب أن لا ننسى أن النفي مع المضارع البسيط يكون don't مع ال I وال we وال you وال they و doesn't مع ال he وال she وال it، هذا مع المضارع البسيط. وكذلك يجب أن لا ننسى أن الفعل be يصبح is و am و are مع المضارع البسيط، لأن ذني ممكن أن تغفل يغفل عنه الطالب ممكن. زين نجي ناخذ المثال الأول. If you study hard, you pass the exam. إذا تدرس بجد أو إن تدرس بجد تجتاز الامتحان. جملة تنبؤ، جملة توقع. إن تدرس بجد. إذا هنا نستدي مضارع بسيط، إيش راح يقابلها؟ أكيد مستقبل بسيط. إيش راح يقابلها طالبنا؟ مستقبل بسيط. تصير will pass the exam. شوف الحل will pass. Number two. If it be sunny tomorrow. إذا كانت مشمسة غدا. I'll wear my glasses. سأرتدي نظاراتي. طبعا هذا الول دليل على أنها هاي مستقبل، إذا حكم هنا راح يصير مضارع. البي قلنا بالمضارع البسيط شو تصير؟ is و am و are. بما أنه it مفرد تصير if it is، البي تتحول إلى is. If I open a student account، إذا فتحت حساب الطالب. I would لا will، طبعا أكيد راح نختار will. ليش؟ لأنه open مضارع بسيط، إذا هذه مستقبل بسيط. Number four. She will lose. Will lose مستقبل. إذا شي قابل هنا أنا مضارع بسيط. Not train شو تصير؟ Doesn't train. Doesn't train. مضارع بسيط مفرد. منفي. If my plan not leave on time, I'll مستقبل. إذا هاي لازم شو تصير؟ مضارع بسيط. Not leave شو تصير؟ Doesn't leave. Doesn't leave. Number six. If the traffic isn't too heavy. Traffic معناها ازدحام أو مرور. مرور. إذا لم يكن هنالك ازدحام مروري. I be at the airport at 12:30. Correct the form of the verb. صحح شكل الفعل. الفعل اللي راح نصححه هو هذا. بما أنه هنا isn't مضارع بسيط، إذا راح تكون هنا مستقبل بسيط اللي هي will be. مثل ما موضح أمامك will be. 7. If Noor go. Go هنا الفعل مبهم. Won't leave مستقبل بسيط، إذا 100% راح يصير الجو مضارع بسيط. If Noor goes. If Noor goes مضارع بسيط. إلى هنا طلابنا الأعزاء تنتهي محاضرة إف الشرطية الحالة الأولى. أتمنى أن تكونوا استفادتوا من عدها، وشكرا جزيلا لمتابعتكم.